إذا كان فيه مثلا الشيء اللي ركبوا له آراء تاع المصالح الأخرى، كان ديجا أصلا من الرخصة الأولى راه كاين هذيك الآراء هنا، باسكو هنا ماناش نروحوا للملف للبناية من دار جديد، رانا نروحوا للتعديلات المحدثة برك. هذا مكان دونك ما فهمتنيش، المخالفة في حد ذاتها المخالفة في حد ذاتها تؤثر على الرأي الأول، يعني البيرمي كونستروير انيسيال سيت ادير راه اني المخالفه، باسكو هنا المشرع هنا قال باريدوم سيد زاد حيط ولا زاد، لا راه حددها ورانا خرناها في المرسوم. كاين اللي تكون اللي شوف اللي غير تستدير التسويه تكون اللي تكون غير مخالفه لقضايا التعمير والبناء، راك فاهمني، لي بوس الجوار فيزافي لالينيومون، هادو كاع ما يتسواوش اصلا، ما يتسواوش بصح المخالفات اللي تدخل في اطار سوية. مثلا كنا نهضروا بلا تزيد ان ايطاج، قال البوس ان اكزيجي لي ان بلس 5 وانا اللي درت ان بلس 6، انا في الاصل كنت داير ان بلس 3 وليت ان بلس 6 زدت 3 ايطاج، والبوس فرض عليا كما قال لك ان بلس 1. هنا اصلا نستدير ما تفوت حتى المصلحه، ديريكت تعطيها الرفض وتعطيها التهديم الهد، راك فاهمني. دونك هذه هي، شكون عليها هنا في نفس راه بس. السلام عليكم.